كانت أحلى ختام وأجمل ختام لسهرة النهاردة اللي كانت منتظرة وكنا مستنينها كلنا على شوق، على مدار 3 ساعات ونص كاملين سمعنا فيهم أعمال عظيمة جدا جدا جدا. هم 25 عمل فني ما شاء الله على النهاردة، الإحصائية النهاردة. 25 عمل فني كبير اتقدموا، ما بين موسيقى عزف وما بين موسيقى وغنى وما بين غنى بس من غير موسيقى. الحقيقة استمتعنا بالأستاذ محمد فوزي عازف الكمان المصري الجميل، وبسملة طبعا حبيبتنا الصغيرة، والأستاذ رياض العبدلة من تونس عازف الكمان التونسي واللي شارك قبل كده في صالون المنارة، وطبعا أستاذنا الكبير الدكتور عبد الحميد يحيى، والأستاذ محمد الأبيض أستاذ آلة العود والتكوين الموسيقي مع الموسيقى بالمغرب، وطبعا الفنان الكبير الأستاذ علاء كرمان والدكتور ألفي، وكان في مشاركة صغيرة من الأستاذ نجاح عبد الفتاح البرعي. يعني إن شاء الله تكون بداية كويسة، وهو يعني سن 70 ده حاجة برضو عادية جدا يعني يقدم فيه، وإن شاء الله يكون كويس إن شاء الله. سعدنا بوجودكم، سمعنا حاجات يعني اللي من كل الألوان، لبليغ حمدي وسيد مكاوي وزكريا أحمد فريد الأطرش محمود الشريف، سمعنا برضو حاجة تونسية لصالح المهدي، سمعنا رياض السنباطي عبد الوهاب النهاردة كان ليه حظ كبير جدا معانا، محمد الموجي، يعني احنا سمعنا لكل الألوان الموسيقية النهاردة الحقيقة من الأعمال الجميلة القوية جدا. أشكر كل من ساهم معنا، وأشكر كل الحضور، أشكر كل من حضر معنا، وأشكر كل من ساهم معنا في اليوم الجميل ده. والحقيقة هونتوا علينا القعدة، ربنا يخليكم، ونشكر عظيم الشكر الدكتور عبد الحميد والأستاذ علاء كرمان، العفو 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 ونشكر مصطفى بيه الأستاذ العفو. محمد الأبيض، ونشكر الأستاذ محمد العفو فوزي كلمات لطيفة. والدكتور ألفي، نشكر جميع اللي شاركوا معانا، الأستاذ محمد فوزي وبسملة والأستاذ رياض العبدلة، وما تغيبش نشكر علينا كل يا مصطفى الناس بيه بقى. الموجودة. ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا يا دكتور، ونرتب مع بعض ان شاء الله، وهتكون ان شاء الله حلقاتنا مستمره ان شاء الله الى ان ياذن الله، ونلتقي بقى اللقاء الفعلي ان إن شاء شاء الله. الله إن شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، شاكرين أنتم جدا بالصحة والسلام. على الوقت الجميل اللي انا سعدت جدا والله، انا الحقيقه والله سعيد جدا باللقاء النهارده. شكرا ربنا جزيلا يا يخليك يا مصطفى. دكتور، شكرا جزيلا، شكرا لكم جزيلا، وان شاء الله نلتقي.